طريقة السلف في حفظ القرآن. انقسم الناس في حفظ القرآن إلى طرفين وسط، قسم يهجر القرآن ولا يقرأ القرآن، وقسم يقرأ بلا تدبر. وأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. في كل يوم كان السلف الصالح يحفظون 10 آيات، وفي كل يوم ينظروا في معنى هذه الآيات وتدبروا فيها، وفي كل يوم يستعينوا بالله على العمل. هذا الذي يكون على طريقة السلف، لا يترك الحفظ أبدا ولا يترك التدبر ولا العمل. فماذا تصنع؟ في كل يوم تحفظ. طيب لو أردت أن تقرأ في تفسير هذه الآيات قد يأخذ عليك وقت طويل. نقول لا، من قال لك أنه يأخذ وقت طويل؟ تأخذ تفسير مختصر، هذه نصيحة علماء. أي تفسير؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، تفسير مختصر سهل واضح، 10 آيات أحيانا والله لا تأخذ منك 5 دقائق. نعم، هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر للقراءة، وهجر للتدبر، وهجر للعمل، وهجر للتداوي. إذن انقسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط، قسم لا يقرأ ولا يصنع شيء يهجر، وقسم يحفظ بلا تدبر. نسأل الله السلامة والعافية، هم الخوارج يقرؤون القرآن ويجلس تراقيهم. وقسم يقرأ ويحفظ في كل يوم وتدبر واستعين بالله على العمل. هذا السلفي حقه.